بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 215. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع القضاء في الإسلام، ونخص بالبحث هنا موضوع الشهادات الذي هو أحد الطرق القضائية، وقد سبق الحديث عن ذلك في الحلقة الماضية، فلنكمل ذلك الآن. فالشهادة في القضاء لها مكانة معروفة، ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به، فلا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلم ما شهد به على بصيرة ويقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال، رواه الخلال في جامعه. وقال البيهقي: لم يرد من طريق يعتمد عليه. وقال ابن حجر: لكن معنى الحديث صحيح. والعلم يحصل بأحد أمور: إما بسماع أو رؤية من مشهود عليه فيشهد بما سمع أو رأى، وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها غالبا كالنسب والموت، لكن لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم. ويشترط في من تقبل شهادته 6 شروط: أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم. قال العلامة ابن القيم: عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضرون معهم، ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غالب الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. انتهى. الثاني من شروط قبول الشهادة العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يجن. الشرط الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في الأحكام الخاصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، لكن لو أدى الأخرس الشهادة بخطه قبلت لدلالة الخط على اللفظ. الشرط الرابع الإسلام، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا تقبل شهادة الكافر إلا على الوصية في حالة السفر، فتقبل شهادة كافرين عليها عند عدم غيرهما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الآية، وهذا لأجل الضرورة. الشرط الخامس الحفظ، فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة السهو والغلط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، وتقبل شهادة من يقل منه السهو والغلط لأن ذلك لا يسلم منه أحد. الشرط السادس العدالة، وهي لغة الاستقامة من العدل وهو ضد الجور، والعدالة شرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. ودليل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقد قال جمهور العلماء: إن العدالة صفة زائدة على الإسلام، وهي أن يكون ملتزما بالواجبات والمستحبات ومتجنبا للمحرمات والمكروهات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. وقال: والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل منهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. وقال رحمه الله: يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. انتهى. قال الفقهاء رحمهم الله: ويعتبر للعدالة شيئان، أحدهما أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب والوتر. قال الإمام أحمد رحمه الله: في من يواظب على ترك سنة الصلاة إنه رجل سوء، لأنه بالمداومة على ترك السنة يكون راغبا عنها وتلحقه التهمة. انتهى. وكما يعتبر أداء الفرائض يعتبر اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فقد نهى الله عن قبول شهادة القاذف وقيس عليه كل من ارتكب كبيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا وشهادة الزور والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، فلا تقبل شهادة الفاسق. الشيء الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة أي الإنسانية، وهو فعل ما يجمله ويزينه كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة، واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به كالمغني والمتمسخر، وهو الذي يأتي بما يضحك الناس من قول أو فعل. قال الشيخ تقي الدين: وتحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزر هو ومن يأمره، لأن ذلك أذى. انتهى. وقد أصبح الغنى في هذا الزمان من الفنون التي يشجع أهلها ويشاد بهم وتبذل لهم الأموال السخية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومتى زالت الموانع من الشخص فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم لعدم المانع من قبولها وتوفر الشروط. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.